لكن النهارده مجلس اداره النادي مستمر حتى الان في انعقاده. جلسه كانت مقرره من قبل لمتابعه كل شؤون النادي. النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على جوله مهمه لتفقد الاعمال الانشائيه المهمه، زار ارض النادي في مشروع التجمع الخامس، اطمأن على الاجراءات الهندسيه، كان برفقته المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي، وتفقد كل الاجراءات اللي في مشروع التجمع. دي بعض اللقطات من جولة الكابتن الخطيب في التجمع الخامس لكل المنشآت يا باشمهندس الخاصة بهذا الفرع، سواء الخاصة بالمسجد اللي بيسع لأكثر من 1000 مصلي، أو لملاعب كرة السلة والطائرة والكرة الخماسية والملعب الرئيسي. تم الانتهاء من تسوية الأرض ووضع القواعد العادية والخرسانية لجميع الإنشاءات، والمهندس سامح علي كامل قال إنه العمل يجري على قدم وساق لإنجاز كل المرافق الخاصة بالمرحلة الأولى لافتتاح فرع التجمع الخامس. أنا شايف كده خطوات عملية جدا بتوضح إن في عمل حقيقي. أصل أصعب عمل يا أستاذ إبراهيم يبدأ من التراخيص والبنية التحتية. اللي على اللي أول ما الدنيا تطلع فوق الأرض سهلة، المسألة بقت واقع وبقت سهلة وبقت في قدرتك على إنك يعني تنجز. تنجز الباقي ده أنت قرارات في ايد جهات كثيره يعني مش في ايدك لوحدك، لكن الخروج بالمباني على فوق سطح الارض بقى اموال ومقاول. اعتقد ان الامور مبشره، وممكن على اخر السنه كده نشوف سوفت اوبننج ولا حاجه يعني. باذن الله. جه كابتن الخطيب من التجمع الخامس على مدينه نصر، زار مقر النادي في مدينه نصر والانشاءات اللي بتجري، سواء فيما يخص الجراج، النادي بيعمل باركينج في مدينة نصر هيسع لأكثر من 1000 سيارة، هيقضي على التكدس في محيط النادي وهيساعد كتير على سهولة المرور في مدينة نصر. والمستشار سامح علي كامل أكد أنه الأمور تسير في هذا المشروع على قدم وساق، وإن شاء الله يتم إنجاز هذا المشروع في الوقت المناسب. حركة مستمرة جدية، عمل في كل اتجاه. وفي الشيخ زايد لانه قدامي بقى تحت عينك بشوف بشوف. لا الحقيقه مجهود هائل جدا ان النادي ماشي بالتوازي في العمليه الانشائيه في كل اتجاه، بالاضافه الى ما يحدث في القطاع الرياضي وكره القدم. حقيقه مجهود هائل جدا، لازم مجلس الاداره يحيي عليه.